الطلاق العاطفي هي حالة ممكن تصيب الأزواج بعد مضي فترة على الارتباط، ويعتبر أصعب من الطلاق الحقيقي بحد نفسه. لهيك نحن اليوم رح نتعرف شو هو الطلاق النفسي وكيف بيصير وشو هي أبرز آثاره النفسية على الزوجين وأيضاً على الأولاد. كل هذا وأكثر رح تجاوبنا عنه الاختصاصية النفسية والاجتماعية هانيا زبيدي. سعد صباحك هانيا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم يلي هو مو بس نحن إذا بدنا نقول انفصال بشكل كامل، لا، في انفصال بيصير ضمن البيت بين الزوجين. خلينا ناخذ من حضرتك شو الانفصال النفسي او العاطفي. تمام. هلا الطلاق العاطفي مثل ما قلتي شيء كثير اكبر من موجود، يعني مشكله حقيقيه موجوده. هلا هي من حيث المبدا هو يعني طلاق بالمضمون وليس بالشكل، انه نحن بنضل متزوجين قدام الناس، بنحافظ على هالعيله، بنحافظ على صورتنا الاجتماعيه. غالبا بيكون بس قدام المجتمع، بس قدام الناس، ونحن لساتنا متجوزين وامورنا بخير وعال، ولكن نحن بحالتنا النفسيه نحن مطلقين. هلا ليش الناس تلجا لهذا الحل؟ اسباب معروفه، باغلب الاحوال بيكون مشان الاولاد. طبعا كمان في اسباب خاصه بوضع المراه، انه انا ما عندي مكان روح له، ما في بيت اعيش فيه، ما في حدا يصرف علي، ما بدي اترك اولادي، بلا بلا بلا، ما في عندي عائله داعمه، ما بقدر اشتغل، هدول القصص. هلا ليش بنوصل لهذا المطرح؟ انا دائما بحكي، بتعرفي انه نحن اصلا برجع لاصل المشكله، كيف بنتجوز وليش بنتجوز. دائما انا بقول لما بنتزوج لاسباب خارجه عن شخص الشريك، مع الوقت العلاقه بتنتهي تفشل. يعني انا اذا شاب انا تزوجت وحده لجمالها، لوضعها الاجتماعي، لمالها، و و و و، يعني ممكن ضل عم بستثمر هالعوامل هي لوقت لا تخلص، ما بدي يعني ما بقى بلاقي. شوفي رنا، نحن طول الوقت خاصة بهذا الوقت الصعب من الحياة، الأمور المادية صح كلياتنا نعتقد أنه نحن بحاجة إلى، ولكن نحن هلأ أبعد ما يكون عن هاي الحاجة. نحن اليوم كتير بحاجة للارتباط الروحي، لأنه هو اللي بيرجعنا لحالنا، لذواتنا، وبيخلينا نتوازن نفسياً. نحن هلأ بحالة انعدام وزن. كيف نكتشف حالنا وكيف منكون موجودين؟ من خلال علاقاتنا مع الناس. مو صحيح انه انا بتعرف على الناس وبعمل علاقات وصداقات وحياه اجتماعيه كرمالهم. انا برحله بحث عن الذات من خلال المرآة الاجتماعيه. انا كيف بنضج انفعاليا؟ يعني كيف بعرف حالي؟ كيف بعرف انا مين؟ من خلال تجربتي معك. صحيح. يعني احنا يمكن بنلاقي عالم هانيا، يمكن صلحي لي اللي عم اقوله، انه في اشخاص يمكن ليش نحن بنرتاح معهم؟ لانه فعلا نحن يمكن بنلاقي حالنا معهم، بنكون على طبيعتنا معهم، بنكون مرتاحين معهم، يمكن هي المرايه اللي نحن بتكون انعكاس لشخصيتنا مع هدول الناس، وهذا الشيء اللي بخلينا نرتاح وننسجم معهم 100%. اوكي. مين بتحبي؟ مع مين بترتاحي رنا؟ مع الناس اللي بيفيقوا افضل نسخه منك. نحن كلياتنا فينا المنيح وفينا العاطل، فينا عيوب وفينا ميزات، وفينا الخير وفينا الشر، وساعات بتكوني رايقه كثير وساعات بتكوني عصبيه كثير، و و و. انت مع مين بتحبي تكوني؟ مع الشخص اللي بيطلع اجمل ما عندك، اللي بتكوني انت باجمل صوره لإلك معه. هذا الشخص اللي انت شو بدك؟ انت يعني ما فيكي تقبلي حالك كشخص غير سوي او شخص شرير او شخص غير مقبول اجتماعيا. صح. انت بدك حدا يظهر هاي الصفات فيكي، يفيق الشيء الايجابي اللي عندك. نفس الشيء بالزواج. هلا انا لما بتروح العلاقه باختيار خارج عن اطار الروح والشخصيه، هاي القصص مع الوقت بتدوب، فبنطلق عاطفيا. شو اللي بيصير؟ الطلاق العاطفي شو؟ انه نحن منفصلين تماما روحيا ونفسيا وعاطفيا وجسديا. هلا انا برايي انه هذا مدمر أكثر من الطلاق الفعلي، لأنه أنت بعلاقة، يعني أنت تحت ضغط اجتماعي بيقول لك أنه أنت متزوجة، وبعلاقة بيفرض عليك شيء وبينتظر منك شيء، بس أنت بالوقت يلي حاملة هذا السر الكبير أنه أنا لا ماني بعلاقة. فهذا ضغط نفسي يعني صعب على أي حدا أنه يقدر يتحمله.
طيب انا بدي احكي كثير مهم، اهم شيء يمكن ينحكى بهالقصه، شو العوامل اللي بتؤدي لهذا الطلاق العاطفي؟ هلا اول شيء ايمتى انا بعرف المؤشرات انه في عم بيصير طلاق عاطفي؟ اول شيء قبل البعد النفسي، البعد الجسدي. انفصلنا عن بعض جسديا، شو يعني؟ يعني لوقت من الاوقات من غير سبب صحي او سبب موضوعي انه احنا صرنا ننام بمكانين مختلفين، كل حدا ينام بغرفه. يعني مثلا في اوقات كثير ناس تلجا لهذا الحل اذا حدا مثلا منهم صوت شخيره كثير عالي مثلا، اذا حدا مثلا بحب ينام مثلا بتدفئه او تبريد والثاني لا حراره جسمه مختلفه. يعني في اسباب بتكون مؤذيه لاحد الطرفين فبيضطروا انهم يناموا بمكانين، ولكن اذا ما انا موجوده هي الاسباب وهن اختاروا انه يناموا بمكانين هذا واحد، هذا اول عامل يمكن الانفصال الجسدي. ثاني شغله بطلوا يحكوا، هذا اللي بيقولوا له كمان الخرس الزواجي، انه بطلوا يلاقوا حديث مشترك، ما بقى في شيء يحكوه مع بعض. هذا دائما بيجي بعد خناقات كثير، انه كل ما نحكي مع بعض بنتخانق بلا ساكت بصيروا بيسكتوا. فهذا كمان الصمت الزواجي كمان احد مؤشرات الطلاق العاطفي، انه مثلا حدا فيهم بغياب الاخر يكون مرتاح اكثر من وجوده، انه خايف طلع من البيت، خايف راحت لعند اهلها، يشو حلوه الحياه. هلا الناس بتنق بتقول هيك حكي على سبيل النق او المزاح يعني، بس اذا انت فعلا حاسه هيك انك انت كثير مرتاحه اكثر بغيابه عن وجوده فهذا كمان من المؤشرات. اذا كل واحد بطل يشوف ميزات الشخص الاخر، اذا صار يحس انه هو عبء عليه كمان هي من المؤشرات. طيب اذا بطلنا نلاقي في شيء مشترك، بطل يكون في عنا هذا التواصل الجسدي، بطل يكون في تواصل فكري، بطل يكون في تواصل روحي، بطل يكون في تواصل عاطفي، ما عاد في بحبك وبحبك، هذا طلاق عاطفي حكما. شو الشغلات اللي بتوصلنا لهالمطرح؟ المسلمات. كل علاقة زوجية إذا بدنا نعاملها على إنها من المسلمات فهي مع الوقت تنتهي. إذا بطلتي تعملي نفس الإشياء اللي كنتي تعمليها لما كنتوا تحبوا بعض أو لما كنتوا مخطوبين فهي العلاقة رح تدوب مع الوقت. طيب ليش مو بالأساس أنا تزوجت هذا الشخص لغاية ما، هو تزوج هاي الصبية لغاية ما رح يفقد هذا الشيء يعني طعمته ولذته بعد الزواج أو بعد مضي فترة معينة؟ إيه طبعا هاي هي أنتي قلتيها، إذا تجوزته لغاية ما الغاية متى ما حققتها خلصت العلاقة. أحيانا إذا ما بدنا نقول لغاية مثلا أنه أنا مثلا كبرت لازم أتزوج مثلا، أنا كمان بالمقلب الآخر كمان لرجل أنا تزوجت لازم أطلع بهالدنيا بولد ولدين وخلص يعني ما عاد بدي شيء. والله للأسف يعني مش كهذا واقع يعني، إنه هي حقيقة يعني للأسف هذا اللي عم بصير. لأنه حقلك شغلي أنا ما بقدر أفهمك إذا ما فهمت حالي، ونحن طول الوقت بالفلك اللي عم ندور فيه حوالين حالنا ما بدنا نفتلع. بتعرفي إمتى بتعرفي إذا أنت بتعرفي حالك ولا لا؟ لما بتقضي وقت لحالك. إذا قلتي أنا شعرت بالوحدة أو ضاق خلقي أو ضجت أو متضايقة معناتها أنت بحاجة أنك أنت تقعدي تركزي مع حالك. إذا أنت بتقولي لا أنا ما بشعر بالوحدة وقت كون قاعدة لحالي معناتها أنتوا أصحاب، أنت وحالك شاغلين على بعض. شو يعني أنك تدوري على حالك أو أنك تلاقيها؟ مش يعني عادي فهمي حالك، شوفيها بحقيقتها بميزاتها بعيوبها بإخفاقاتها بضعفها بفشلها بنجاحاتها وا وا وا، وقبليها ككتلة واحدة. يعني مش تحطي حالك تحت مجهر تجلدي حالك وتعاقبي حالك إنه أنا يا الله عصبية كريهة. طب أوكي بس قبلي حالك ككتلة، يعني أنا بمطرح عصبية بس بمطرح حنونة مثلا. اقبليها، ما تعدي تجلديها وانه بدي غيرها وبدي اعملها وما، لانه احنا عندنا الانا المثاليه اللي هي الانا اللي لازم تكون بيرفكت وما فيها ولا غلطه. هذا مانو حقيقي، هذا بحطك بصراع فظيع وبيخلي علاقاتك كلها تفشل. اذا انت بتطلبي من حالك المثاليه معناتها كمان عم تطلبيها من الاخرين. ليش ممكن الشريك يفرض على الشخص الثاني على شريكه الثاني هذا الشيء؟
انه انا مثلا لحتى مثلا انهي هذا الشيء انا دائما بحط فيكي هذا العيوب او بحط في هي العيوب لحتى انا اوصل للغايه اللي انا بدي اياها وازرع براس هذا الشخص هذا المفهوم انه مثلا انت نكديه انت عصبيه انت نكديه انت ما بتحبني انت 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 يعني زرعنا بالنسبه للشريكين للطرفين هدول الاشياء او عززناهم هذا الشيء اللي ممكن يوصلنا بظن للطلاق. اللوم والتهديد والنعت هذا من أهم العوامل اللي بتقتل العلاقة. شوفي كلياتنا بنعمل إشياء غلط وكلياتنا يعني فينا في شيء بيزعجنا بالطرف الثاني ولازم نحكي فيه ولازم نعبر عنه، بس كيف؟ شو الطريقة اللي نحكي فيها؟ يعني أنا بدل ما إجي إنعتك أو لومك بدل ما أبدأ بحديث أنت كذا بقلبها بقول أنا بحس كذا لما أنت بتعملي كذا. دائماً الكلام عن المشاعر آمن. أنت شوفي الشغلتين ممنوع الاقتراب، الرجال ممنوع أنه ينعت شكل الست. يعني هاي منطقة خطر لا تقرب عليها شكلها وعمرها وكل شيء يعني كل شيء له علاقة بأنوثتها بجمالها بصباها هذا خط أحمر، إذا بيقرب عليه كتير هي بتنجرح. وبالمقابل للرجل اوعى تقربي على افعاله، يعني انه انت شيء بسلوكه شيء بشخصيته شيء بافعاله ما تقربي عليه بشكله قد ما بدك فيك تزبطي، بس بافعاله بتهددي رجولته. فهدول المنطقتين التعامل فيهم لازم كثير يكون حذر. يعني على سبيل المثال انا ما بحب شعرك، ما فيني اقول لك شعرك منه حلو روحي غيريه، انا بقدر اقول لك انه بحس انه بيلبق لك هيك اكثر، هيك كثير حلو بس بحس انه بيلبق لك هيك اكثر. كمان العلاقه بدها شويه جهد، بدها يعني ما بتمشي لحالها. شوفي نحن من كوكبين مختلفين، ما فينا نقول حبينا بعض، الحب بيسندنا ابتو سنه ونص وبس، الهرمونات يعني سبحان الله بيعطينا يعني الله بيعطينا هذا الحافز او العوامل المساعده لبس يخلينا نتحمل بعض لفتره سنة ونص. لحتى خلال هالسنه ونص نحن نقدر نكمل بعدين لحالنا. الهرمونات بتبطل تساعدك بعد سنه ونص خلص، التدفق تبعها كثير بخف بيرجع لمعدلاته الطبيعيه. فبتبتدي القصص تبان، بتبتدي المعامله تبان، العيوب تبان. لهيك نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار كثير نقاط مهمه. هانيا نحن شاركنا موضوع فقرتنا للشارع السوري، رح نشوف شو رأيهم وشو سألوكي ونرجع نجاوبهم. بعد كم سنة ارتباط ممكن يصير في طلاق عاطفي؟ طلاق العاطفي هو أنه تتركي شخص حبيتي بيوم من الأيام وتخلى عنك إن شاء الله أبسط شيء. ما مر علي وما جربنا. والله إذا في حب وهو منيح وهي منيح ما بيصير طلاق، بس إذا ما في حب بيصير. حسب الشخص كيف بده تكون حياته وشو حسب الحياة اللي بده يعيشها. يعني بجوز لفارق السن، عدم التفاهم مثلا، ما يفهموا على بعض، كتر ما يصير اختلاف بين الزوجين. هلا هو من الأساس بترجع للبداية، بالبداية كيف كانوا، وممكن الأولاد يعملوا رابط. كيف ممكن تتجنبي الطلاق العاطفي بعد سنين زواج طويلة؟ عافيني منه. يعني كرمال البيت والأولاد، تحملي كرمال أولادك. والله في الحب بيبقى فاشي أي بس كتر الأولاد. هلا لازم اول شغله يعني يعملوا يعطوا لبعضهم فرص، يطولوا بالهم خاصه اذا اجاهم اطفال، كمان خطي عشان الاولاد يعني والاطفال. هيك ما بعرف شو السبب، بجوز تعرف على اشخاص تاني بحياته، دخلت وحده جديده على حياته، ما عاد شافها لهديك بالمره نهائيا، هي اهم الاسباب يعني. يعني يمكن شفنا بالاستطلاع مو كل الناس عندها يمكن فكره عن يعني مصطلح الطلاق العاطفي، ولكن حاولنا يمكن خلال الفقره نعطي فكره عن الموضوع. خلينا نعطي شويه نصائح للزوجين لتجنب يمكن الوصول لهي المرحله، وخاصه انه هي المرحله هي بتاثر عليهم نفسيا هن الاثنين، وايضا بوجود ايضا اطفال اكيد هو هذا الموضوع بياثر عليهم. نبتدي من نقطه شو هي السعاده. السعادة عبارة عن تفاصيل كتير صغيرة بتتراكم مع بعضها بتخليكي بحالة سعادة. كتير مهم التفاصيل الصغيرة إن ما تغيب عن الحياة اليومية. يعني مثلا في نصيحة أنا بحب أقدمها للناس، قد ما كانت العلاقة سيئة وقد ما كانت الأمور معنا ماشية ونحن بكرة حنطلق يا بعد بكرة بالكتير، ناخد فرصة إني أنا أقعد جيب ورقة وقلم
واكتب ميزات الشريك. اليوم انا مالي طايقته، ماني شايفت له اي مميزات، شو بعمل؟ برجع بذاكرتي لورا وقت اللي انا حبيته، وقت اللي انا تجوزت، شو كانت فيه مميزات انا حبيته كرماله بشخصه، مش مصرياته وشكله وجماله، حتى لو كانوا حطيهم ماشي الحال. لاقي اي شيء ميزات لو اثنين ثلاثه انك انت تثبتيها على هالورقه. خدي عهد على نفسك انك انت يعني لمده مثلا شيء اسبوعين على الاقل انك انت طول الوقت تمدحي فيه هاي الميزات، تضوي عليها، تشيري لها، لانه نحن شو بنعمل رنا؟ بيطلق بيصير شيء غلط بلومك عليه، بتعملي شيء منيح ما بقول لك برافو، نحن من تربيتنا هيك، يعني نحن متعودين هيك، صحيح. انا يعني قديش حجم الاطراءات اللي انت والمديح اللي اخذتيه من اهلك في مقابل التأنيب لا يذكر، وبتعملي شيء منيح ما حدا بيقول لك انه هذا منيح، بس وبتعملي شيء غلط كله بيلومك. فانت ركزي انه انت ترجعي، شوفي كل علاقه بالدنيا في اولاد ما في اولاد، انت بحاجه له منك بحاجه له، ما زال دخلتي بعلاقه فهي بتستاهل انك انت ترجعي تعطيها من جهدك ووقتك، بتستاهل تعطيها فرصه. فبدك فعلا، يعني بيجيني كثير ناس بيقولوا لي بقول لها طيب انت شو عملتي لحتى تصلحي هاي العلاقه؟ بتقول لي ما في شيء ما عملته. فبقول لها عملتي هيك؟ بتقول لي لا. بقول لها جربتي هيك؟ بتقول لي لا. فانت بالحقيقه عم تستني العلاقه تزبط لحالها، ما عملتي شيء. معلش خلينا نروح شوي نتثقف، نقرا الكتب اللي بتحكي عن العلاقات، نشوف الفيديوهات الخاصه بالموضوع، ما تروحي لرفقاتك بترجاكم ما تسمعوا نصايح الاخرين، لانه كل حدا يا بيقول لك عن واقع تجربته بتقول لك باسقاطاته الشخصيه، يا من واقع معرفته فيكي. فهي انا النصيحه اللي بتاخديها من الناس الغير مختصه غالبا بتبقى مؤذيه اكثر ما انها مفيده. روحي للتفاصيل الصغيره، او اهم شيء انك انت تثني على الاشياء المنيحه اللي بيعملها هذا الشخص. وفي الاشياء اللي كثير صغيره، اللمس شيء كثير مهم، غياب اللمس بين الزوجين، اللمس الخارج عن العلاقه الحميمه، الحضن، القبلات، بتساعد بتحرض افراز الهرمونات اللي نحن بحاجه الى لحتى العلاقه تكفي. كثير سمعتوها هي وجد عمل عليها دراسات، انه كلمه بحبك 5 مرات باليوم او 5 أحضان باليوم لحالهم كفيلين بانه يشيلوا هاي العلاقه. صح. اللمس المحب مش اللمس الجنسي، العطف او الحنان او هدول بالحضن نفسه بيخلي هرمونات السعاده تتدفق بشكل فظيع، فهي بترجع بتعيد بناء هاي العلاقه. معلش شو ما كان، الست دائما عاطفيه اكثر، بتبادر بهالقصص اكثر، تخلق هاي العادات. نحن مثل على فكرة السلوكيات هي عادة، أوقات نتعود إنه نصير نتخانق، يعني أنا كل ما أشوفك بعرف إنه أنا كل ما أشوفك لازم نتخانق، فأنا بتجيني كل الأفكار السلبية لحتى أكرر هاي العادة معك، والعكس صحيح، إني أنا كل ما أشوفك نصير بنمزح وبنضحك، فأنا كل الأفكار الإيجابية بتجيني لما بشوفك لحتى نمزح ونضحك. فطوري أنت، أنا بدي أطلبها من الست هاي القصة، لأنه أنا بعرف إنه هي أقدر على إنها يعني صبورة أكثر على هاي القصص. ارجعي طوري عادات إيجابية مع هذا الزوج بأي طريقة، بأي مناسبة وغير مناسبة، اخلقي ابتسامة بالبيت حتى لو هو ما عم بيتجاوب، لا تستني ردة فعله، خلي الفعل يطلع من عندك بالتكرار، مخه بصير بيجيب الأشياء الإيجابية عنك. بالنسبة للأولاد هي شغلة كتير خطرة، الطلاق العاطفي، لأنه بصير هن بيطلقوا عاطفيا بعدين، لأنه بصيروا بيعيشوا حرمان الشعور بالحب، ما بيتعلموه، ما بيشوفوه، ما بيعيشوه، فبيوقعوا بمأزق فظيع بعدين لما بيكبروا، بيوقعوا فريسة لأي علاقة فاشلة، لأنهم ما بيكونوا عم بيدوروا على أناجي، بيكونوا عم بيدوروا على شعور غايب بالحب. صحيح. بالختام ما ضل غير نشكرك، وأكيد هذا الموضوع له تفاصيل كثيرة بنحكيها بفقرات تانية. شكرا كثير لك. شكرا كثير هانيا.